وللحديث أكثر عن عرقلة ميليشيا حزب الله لتشكيل الحكومة اللبنانية ودلالات تصريحات الرئيس اللبناني حول إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية، معنا من إسطنبول عبر الخط الهاتفي السيد عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب الصحفي اللبناني، مرحبا بك معنا. أهلا بكم أستاذ عبد الرحمن. أولا نتوقف عندما قاله الرئيس اللبناني حول مصير الأمور في لبنان والتوقعات للمستقبل في ضوء أن لبنان ذاهب إلى جهنم أو إلى الجحيم كما قال في تعبيره، إلى أي مدى أصبحت الأمور سيئة في لبنان حتى تدفع الرئيس إلى قول جملة من هذا الطراز؟ يعني طبعا الرئيس عون هو لم يقدم يعني هذه الرؤية المخيفة لمستقبل لبنان وحسب، وإنما أيضا أبدى اليوم موقف جديد عليه ربما لم نشهده للرئيس عون منذ 15 عام إلى الآن، أي منذ توقيعه اتفاق مارون خايل مع حزب الله. اليوم الرئيس عون لأول مرة يبدي معارضة لحزب الله بشكل علني في موضوع توزيع الحقائب الوزارية، وتقريبا كان المؤتمر الصحفي اليوم هو في هذا الموضوع، في موضوع الحديث عن الخلاف حول توزيع الحقائب الوزارية، وانضم إلى البطرس وانضم إلى جهات سياسية أخرى في معارضة تخصيص وزارة المالية للطائفة الشيعية كما تطلب حزب الله وحركة أمل. برأيي اليوم هو كان محور لتغير الخريطة السياسية في لبنان وإن لم يعلنها الرئيس عون بشكل رسمي، ونفى أن يكون أن الاتفاق بينه وبين حزب الله قد انتهى، لكن اليوم ربما الرئيس عون وحزب الله أمام مفترق طرق، وبالتالي الخريطة السياسية للتحالفات السياسية في لبنان ما قبل اليوم ربما هي مختلفة عما بعده. نحن أمام تحول أساسي في الخريطة السياسية، الرئيس عون يعني تحدث عن مستقبل سوداوي ربما ليكون هذا مبررا لتحول سياسي سنشهده في الأيام المقبلة، وبمعنى أن حزب الله سيصبح أكثر معزولا أكثر ضمن الطائفة الشيعية بعد أن أمن له الرئيس عون غطاء مسيحيا، أي بالتالي غطاء وطنيا. نعم، يعني هل من ناحية أخرى يعد هذا انقلاب على حليفه حزب الله؟ يعني هل نحن لا نستطيع أن نخرج بحتميات هل هذا الموقف هو فيه نوع من التنسيق أو القبول، حزب الله مجبرا حتى تمرير الانتخابات الأمريكية، هل حزب الله ومن خلفه إيران يحاولون تمرير الانتخابات الأمريكية على أمل أن يأتي رئيس غير ترامب، بمعنى أن يأتي الرئيس الديمقراطي مرشح الديمقراطي وبالتالي تغير السياسة الأمريكية؟ ربما قد يكون هذا احتمال أنها مناورة لتمرير فترة الشهرين المقبلين حتى إجراء الانتخابات الأمريكية، وربما أن فعلا الرئيس عون هو يتخوف، وطبعا حزبه يتخوف من العقوبات الأمريكية التي يهدد بها ويتخوف من خسارة شعبيته في الشارع المسيحي، وبالتالي هو مضطر فعلا إلى تغيير محوره السياسي وتغيير بوصلة خطابه السياسي بعدما كانت باتجاه دمشق وطهران أن تعود إلى ما كان عليه قبل 15 عاما. أستاذ عبد الرحمن، يعني دعني أتوقف عند مسألة الحديث عن إلغاء التوزيع الطائفي للحقائب الوزارية ولا سيما السيادية، من هذه مسألة من النادر أن يتحدث بها الزعماء اللبنانيون ولا سيما الرئيس عون، ولكن في المقابل أيضا هناك رفض من حركة أمل ومن حزب الله لهذا الأمر، لماذا يصران على هذا التوزيع الطائفي؟ أليس بإمكان لبنان، عفوا للمقاطعة، أليس بإمكان لبنان أن يتخلص من هذه الطائفية في توزيع الحكومة وخلي الحكومة تخدم الناس بطريقة خدمية؟ يعني التوزيع الطائفي هو موجود في جميع الحكومات السابقة واللاحقة، المشكل الحقيقي هو في أن حزب الله وحركة أمل يقولان أن وزارة المالية هي يجب أن تكون للطائفة الشيعية، أي بمعنى أن حزب الله وحركة أمل هم من ينبغي أن يسميا وزير المالية، وهذا لم يحدث سابقا في الاعراف السياسيه اللبنانيه، طبعا هو غير دستوري لكنه ايضا يعني ليس جزء من الدستور المكتوب وليس حتى من الدستور العرفي ان صح التعبير، لكن يبدو ان حزب الله وحركه امل يريدان تثبيت هذا الموقف على امل ان هذا يؤدي الى مكسب سياسي اضافي على المدى الطويل وعلى المدى القصير، لان وزاره الماليه هي حائط صد اساسي امام العقوبات الامريكيه يواجه حزب الله، وبالتالي التحكم بوزاره الماليه يعني قدره اكبر على التهرب من العقوبات الامريكيه، لذلك يبدو ان التمسك بوزاره الماليه هو هي معركه اساسيه لحزب الله لن يستسلم بها بشكل هين، يعني حزب الله لن يستسلم بالسهل امام هذه المعركه، لان
سحب وزارة المالية منه أو من حلفائه السياسيين يعني خسارته مصادر كبيرة للتمويل في لبنان عبر تطبيق العقوبات الأمريكية التي تستهدفه. نعم، يعني هل تتوقع في المقابل أن ينجح حزب الله في إعاقة تشكيل هذه الحكومة لإصراره على هذه الوزارة، أم أن يمكن أن يستوعب هذه المسألة، ولا سيما في ضوء ضغط جماهيري شعبي الآن من أجل حلحلة الأمور؟ الخطاب الذي يتبناه حلف حزب الله الآن أصبح خطاب يعني ربما تقوقع ضمن الطائفة الشيعية. موقف الرئيس عون الآن أصبح كأن هناك نوع من الوحدة المارونية ضد مطالب حزب الله وحركة أمل، إضافة إلى الوحدة السنية تجاه هذه المطالب. نحن الآن أمام تقوقع طائفي، وبالتالي لا يمكن تشكيل الحكومة، لأن تشكيل الحكومة الآن يعني هو ربما مواجهة على الأرض، وربما سنشهد تأجيل هذا التشكيل إلا ما بعد الانتخابات الأمريكية، والانتخابات الأمريكية هي ستفرض أي توجه سيكون عليه لبنان، لأن بطبيعة الحال طبيعة المشكل ليس فقط محلي، هو مشكل دولي ومشكل إقليمي، وبالتالي أنا أرى أن الأمور ستبقى معلقة حتى ما بعد الانتخابات الأمريكية. ما رأيك في الموقف الفرنسي مما يحدث الآن؟ يعني إلى أي مدى سيؤثر الموقف الفرنسي في تشكيل هذه الحكومة وفي مستقبل لبنان، ولا سيما بعد الانفجار الهائل الذي حصل في المرفأ؟ الفرنسيون ومن ورائهم الولايات المتحدة تمكنوا من الضغط على الرئيس عون، ومواقفه المستحدثة ومواقف حزبه هي استجابة للضغوط الفرنسية والأمريكية. لكن القدرة على الضغط على الرئيس بري أي حركة أمل يبدو أن قدرتهم أقل، لأن الواقع الطائفي الذي يعني يربط بين حزب الله وحركة أمل هو أعقد من التحالف الذي قائم بين عون وحزب الله. وبالتالي أنا أرى أن الفرنسيين استنفذوا كل ما يمكن أن يقوموا به. الدور الفرنسي هو ليس دور أساسي، بمعنى أنهم هم الفاعل الأساسي في القضية. فتحاول فرنسا هي تحاول أن تكون يعني باللغة الدارجة هي سمسار اتفاقات بين أطراف مختلفة. وبالتالي طالما ان الامريكيون قرروا وضع عقوبات على حلفاء حزب الله، فهذا يعني ان الدور الفرنسي كواسطه اصبح اكثر اضعف، ونحن الان في مرحله مواجهه وعض اصابع احسابنا، نحن الان في لعبه عض اصابع بين الاطراف الدوليه والمحليه على حد سواء. نعم، ولعل الايام القادمه تحمل الكثير من يعني التطورات. شكرا لك الاستاذ عبد الرحمن صلاح الدين الكاتب الصحفي اللبناني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من اسطنبول.